سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى بانكم بافضل الاحوال. شحال هادي ما نزلت لكم شي فيديو، ولكن هاد الايام ان شاء الله غادي نرجع نبدا ننزل لكم فيديوهات. شحال وانا كنتسنى هاد لاقام البنات باش تجيني باش نقدر نجربها معكم ونعطيكم فيها الراي ديالي بكل شفافيه وبكل مصداقيه. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على لاقام، منين شريتها وبشحال شريتها، البنات هاد لاقام انا ما شريتهاش، ولكن جاتني من امريكان، وبالنسبه للثمن كذلك ما عرفاش شحال الثمن ديالو. يمكن لي نقول لكم فقط على الثمن ديال الزيت، اللي الثمن ديالو هنا في المغرب كيدير ما بين 220 درهم او 250 درهم. اما بالنسبه للشامبو والبلسم فما عنديش فكره على الاثمنه ديالهم نهائيا. ما علينا، هذا هو الزيت ديال ميلي المشهور في وسائل التواصل الاجتماعي، اللي معروف بالخصائص ديالو في انبات الشعر والتقويه ديال الشعر. وان شاء الله انا غادي نجرب هاد لاقام اللي هي اوريجينال 100% باش نقدر نعطيكم فيها الراي ديالي بصراحه. كذلك البنات، انا يا مع لاقام ديال ميلي، فانا جبت هنا ديرما رولر. هاد ديرما رولر البنات غادي تقولوا لي منين شريت، غنقول لكم شريتها من المعارف، والثمن باش خديتها هو 40 درهم. بالنسبه للديرما رولر راه تيجيو فيها واحد الاشواك صغار دايرين بحال لي زيبين، وكل وحده وكيكون الطول ديالها والسمك ديالها. انا اختاريت واحد السمك اللي صغير اللي هو 0.25. من الاحسن الا كنتو اول مره غادي تبداو ديرما رولر، فمن الاحسن انكم تبداو ب هذيك اللي يكونوا فيها لي زيغوي صغار. دابا غادي ندوزو باش نتعرفوا على المنتج ديال الزيت ديالنا، وباش نشوفوا مع بعضياتنا كيفاش نحاولوا كذلك اننا نجنبوا الاخطاء اللي وقعوا فيها البنات اللي قبل منا، اللي تثبت لهم في تساقط الشعر. دابا البنات غادي ندوز باش نشرح لكم، وما كنبغيش نطول عليكم كيف ديما، ولكن ضروري انني نشرح لكم هاد لي زيتاب. كيف ما كتعرفوا هذا هو زيت ميلي، فهو عباره عن زيت الازير، زيت الازير اللي او الروزماري اللي غني عن التعريف، وكلشي كيعرفوا. ورا البنات مؤخرا ولاو كيديروه على شكل فيوزيون وتيرشوا على شعرهم. بصراحه كيحد من التساقط. هاد الطريقه كنت جربتها ولكن كتبقى غير كافيه. دابا غادي نهضر لكم على هاد الزيت. فهاد الزيت فهو جاهز وما كيحتاج اننا نضيفوا عليه زيوت اخرى، بل هما الشركه ديجا داير عليه زايدين عليه زيوت اخرى، دونك فهو زيت جاهز للاستعمال على غرار انكم تمشيو تاخذوا زيت اكليل الجبل بوحدو وديروه بدون اضافات زيوت اخرى. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال الزيت ديال ميلي، فاول حاجه كنديروها ان كناخذوا قطرات ديال الزيت وتندلكوهم على الفروه ديال الراس. الا كان عندكم هذاك المشط ديال المساج يمكن لكم تستعملوا هذاك المشط ديال المساج. بالنسبه ليا انا خديت هذيك الديرما رولر اللي وريتها لكم في الاول، قمت درت بها مساج الشعر ديالي بشكل طولي وعرضي. البنات بطبيعة الحال منين تستعملوا الديرما رولر راه ما خصكمش تضغطوا بزاف، فقط ديروا ضغطات خفيفه جدا بلمسات سريعه، وتجنبوا انكم تاديو الجلده ديالكم، يعني ما نضغطوش بزاف. بالنسبه هنا للعبوه راه كاتبين فيها ملي راه خاصك دير الزيت اللي دلك الزيت على الفروه ديال الراس ديالك، ويمكن لك دير الزيت حتى الاطراف لمده 20 دقيقه. كاينين شي بنات وقعوا في الاخطاء اللي كانوا تيخليو الزيت لمده ليله كامله، الشيء اللي رجع لهم بنتائج عكسيه. فانا تنقول لكم الاحسن انكم تتبعوا النصائح اللي كاينين في العلبه او في العبوه. هنايا فيها 20 دقيقه، انا البنات درتها لمده ساعه، يعني يمكن لكم ديروهم ساعه، بزاف البنات كانوا كيقولوا كيديروا ساعه، الماكسيموم ساعتين ما تفوتوش في الشعر ديالكم. هنا راه كاتبين بانه
يمكن لكم ديروه بشكل يومي، ولكن انا البنات ما انصحكمش ديروه بشكل يومي، يكفي انكم ديروه جوج المرات حتى ثلاثه المرات في الاسبوع، يعني ما تكتروش منه باش ما تجيكمش نتائج عكسيه. هنايا راه كيف ما وريتكم راه المكونات ديال الزيت وكيفاش يمكن لكم تستعملوه. بالنسبه للبنات الشامبوان، انا راه صورت الفيديو ومشيت غسلت شعري ودرت البلسم باش نعطيكم هكا شي حاجه اللي هي صريحه وملموسه. منين استعملت الشامبوان ديالو، الصراحه الشامبوان ديالو البنات عجبني وجاني غزال بزاف، سورتو انه كيطيح زغبه، على غرار انني قبل كنت كندير هذاك الشامبوان ديال جونسون بيبي. البنات هذاك الشامبوان كارثه كارثه كارثه، ما ننصحكمش تستعملوه لانه كينشف الشعر بواحد الشكل خطير. دونك هذا الشامبو راه غزال، الى لقيتوه هنا في المغرب اوريجينال غير خذوا بعينكم غامضين، حتى كذلك حتى البلسم الى لقيتوه في المغرب خذوا بعينكم مغمضين، والريحه ديالهم زوينه ما تيخليش الشعر ميدم وغزال بزاف، يعني قد ما شكرت فيه يعني خصكم تجربوا. بالنسبه للديرما رولر، اول حاجه ملي غادي نبغيو نستعملوها البنات ضروري اننا نعقموها. انا هنايا غادي نفتح معكم العلبه وغادي نوريكم كيفاش يمكن لكم تستعملوها. هيا كيف ما قلت لكم في الاول، هذه فيها 0.5 مليمتر، يعني سمك ماشي سمك عفوا، الطول ديالها صغير بزاف، يعني بحال شويكات صغيورين، وراه كتجي هنايا في العلبه ديالها مسدوده باحكام ومعقمه، ولكن هذا ما يمنعش انكم تضيفوا ليها عاوتاني الكحول باش تزيدوا تعقموها تفاديا للالتهابات والمشاكل الصحيه اللي يمكن تنتج عليها. ها هي البنات كيف ما كتشوفوا، وراني قلت لكم الثمن، واخا تشوفوا في العلبه ان الثمن ديالها 100 درهم، البنات ما خديتهاش 100 درهم، انا خديتها ب 40 درهم، كاين اللي كيقول 45 درهم، تاويت معاه وخليها عليا ب 40 درهم. ها هي البنات شوفوا راه الفنيتات ديالها راه صغيورين مزيان، يعني هذه كاول واحد غادي يبدا بها، من الاحسن انكم تستعملوا هاد الديرما رولر. كنشوف انا البنات بزاف كيستعملوها مع المنتجات، انا من قبل كنت كنديرها البنات المينوكسيديل، وراه كاين اللي كيستعملها كذلك مع المينوكسيديل، ولكن البنات المشكل ديال المينوكسيديل انه كان كيدير ليا، هو كان كي رجع لي الشعر، ولكن البنات المشكل ديالو انه كان تيدير ليا لي بالبيتاسيون، كسر ليا دقات القلب، وكان كيحرقني في راسي، دونك ما قدرتش نكمل عليه. فريمون انا كنت كنخاف منه بزاف، لاننا كنا كنسمعوا عليه كلام اللي ما زوينش، كيقول لك ان فوا كتوقفوا كيرجع الشعر ديالك كيتساقط بشكل فظيع. انا بصراحه البنات تقطعته بشكل تدريجي، دونك ما الحمد لله ما طراوش ليا نتائج عكسيه، ولكن مع الاسف ملي تلقينا اللقاح الاغلب ديال البنات الشعر ديالهم بدا كيتساقط بشكل خايب بزاف، وقع لي هذا المشكل ووقع لماما حتى هي، وكتعرفوا الستريس والجو وهاد المشاكل كامله. دونك انا جبت هاد لاغام، ان شاء الله غادي نجربها وغادي نعطيكم الراي ديالي فيها. بصراحه انا غنستعملها لمده شهر وغادي نشوف عليها النتيجه، الى لقيت عليها النتيجه فانا غادي نجي نرجع ندير لكم فيديو ونقول لكم بالله راه زوينه وراها كتستاهل، الى ما كتستاهلش راه طبيعه الحال نفس الحاجه غادي نرجع نكون نقول لكم البنات بلا ما تضيعوا فلوسكم، ولكن انتوا البنات باغيين تاخذوها حاولوا انكم تاخذوها من مكان معروف، مكان اللي انتم واثقين منه بانهم كيبيعوا الاوريجينال، لان ما خديتوش شي حاجه اوريجينال يقدر يتسبب لكم في التساقط ديال الشعر ديالكم. ودابا تنقول لكم مع نهايه الفيديو، نتلاقاو من هنا الشهر ان شاء الله، ونتمنى ان الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله